ايه المقصود بالبريست ميلك جوندر؟ المفروض لو احنا بنتكلم على الهيلث فول تيرم، الصفرة بتاعته بتظهر من اليوم الثاني للثالث، تعمل بيك على اليوم الرابع، تديكلاين يوجوالي تنتهي على اند اوف ذا فيرست ويك. الطفل اللي عنده بريست ميلك جوندر لقوا فيه ظاهره غريبه، ده طفل هيلثي فول تيرم ابروبريت ويت وزي الفل، وجود بريست فيدر بيرضع لبن الام بشكل كويس جدا، لقوا ان بدل انستيد اوف ذا نورمال ديكلاين اوف بيلروبين باي ذا اند اوف ذا فيرست ويك ات كونتينيو تو رايز. شايفين الشكل ده كده، شكل الكيرف ده، بدل ما يحصل له دروب على نهايه الاسبوع الاولاني ات كونتينيو تو رايز. يعني هي بتبدا في الاول ايه يا دكتور؟ فيسيولوجي، وتستنى انها لا ده انت عماله تعلى 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 لحد ما توصل للبيك ليفل من 10 ل 30 مللي جرام. البيك ليفل ده بتوصله في الاسبوع الثاني من 10 ل 15 يوم بتوصل لهذا البيك ليفل. Then it decline very slowly over weeks. ممكن تنزل على مدى من 3 اسابيع لحد 12 اسبوع، بلاش الارقام، لكن ايه؟ decline slowly over weeks. ماشي؟ القصه دي يا جماعه اكيد لها هيريديتري بيز، مش معروف بالظبط ايه الدليل اللي لها هيريديتري بيز. بقول لك انها بتتكرر مع الامهات دول، الام اللي عندها بيجي لها بريست ميلك جوندس، لقوا ان 70% في الاطفال التانيين لهذه الام يجي لهم برضه بريست ميلك جوندس. والانسيدنس بتاعها عالي، يعني الانسيدنس بتاعها بيحصل في من 2 ل 4% من الهيلث فول تيرم البريست فيدرز. يعني النسبه بتاعتها نسبه مش هينه بتاعت البريست ميلك جوندس. تفسيرها لحد دلوقتي مش لاقيين كات شور تفسير للقصه دي. في ناس بتقول لك يحتمل يكون في الميتابولايت بتاع البروجسترون اللي بينزل، اللي كان بروجسترون كان عند الام كتير اثناء ما كانت حامل، الجسم يبدا يتخلص منه فبينزل منه كميه في لبن الام، وغالبا هينزل في اول فتره من الرضاعه بس، بعد كده ما عادش البروجسترون عالي عند الام، صح ولا ايه؟ ما البلاسينتا نزلت ببروجسترونها، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك البريجننديول ده بينزل في الاول كده بنسبه كبيره في لبن الام، ويقعد يعمل انهبيشن للانزيم. ناس قالت لك احتمال يكون النون استريفايد فري فاتي اسيدز، يعني فاتي اسيدز هي اللي بتروح تعمل انهبيشن للانزيم. ناس قالت لك لا، ده البريست ميلك بتاع هذه الامهات يحتمل يكون فيه جلوكورونايديز انزيم عالي. طبعا الناس اللي كانت معانا في الراوند اللي فات هم اللي فاهمين يعني ايه الجلوكورونايديز وبيعمل ايه. ده الانزيم اللي كان موجود في الانتستين اللي كان بيعمل كونجوجيشن ويزود الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن بتاع الاندايركت بيدروب. دي كلها احتمالات. اكتشاف البريست ميلك جوندس علاجه تم بالصدفه، والعلاج يعتبر تشخيص في نفس الوقت. الاطفال دول لو حرمتهم من لبن الام لمده 48 ساعه يحصل صدم دروب للسيرم بالروبن وما يرجعش تاني يعلى تاني. في الفتره اللي الام بتقطع فيها صدرها دي اكيد هي بتعصر اللبن من صدرها علشان ما يقطش، ما ينفعش انها تبطل وتسكت. وفي نفس الوقت الطفل هياخد ارتفيشال فورمولا، هتبقى هيومنايز لان ده طفل هيلثي فول تيرم في الفتره بتاعه 48 ساعه اكتشافها بالصدفه. هنشوف على فكره التطبيق بتاع القصه دي في الـ 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 في امريكا. بيقول لك ان احتمال يكون الصفرات اللي بتبقى موجوده عند الاطفال بدون اي سبب واضح وبنقول عليها اكساشيريتد فيسيولوجيك جوندس، احتمال يكون هي عباره عن فيسيولوجيك جوندس داخل عليها اليمنت اوف بريست ميلك جوندس، فالاثنين لما يركبوا مع بعض يعلي لك نسبه الصفره شويه. عشان كده عندهم بره يقول لك ايه اور ريجيمن، في المكان اللي اتعمل فيه كتاب المانوال اوف نيونيتال كير بيقول اور ريجيمن في علاج الاطفال الهيلث فول تيرم اللي عندهم هايبر بيلروبينيميا ان الطفل ده بندخله نعالجه بالفوتوثيرابي، وخلافه اثناء ما احنا بنعالجه بالفوتوثيرابي بنوقف له الرضاعه من لبن الام لمده 48 ساعه، احتمال يكون في عنصر البريست ميلك جوندس، فاحنا بنحاول ان احنا نقلل الصفرة على قد ما نقدر بايه؟ بكذا حاجه مع بعضها. يعني هم بوليس عندهم ان الطفل الاصفر لما بيجي يدخل جوه الحضانه او كده 48 ساعه ما يرضعش من صدر امه. فاهمين؟ يعني على اعتبار ان نسبه البريست ميلك جوندس دي عاليه وممكن تبقى كو انسيدنت ايفن مع الايه؟ مع فيسيولوجيك جوندس او ايفن مع اي باثولوجيك جوندس ثانيه. ده البريست ميلك جوندس. هتشخصها زي البريست ميلك جوندس باي اكسكلوجن، زيها زي الفسيولوجيك جوندس، ملهاش تشخيص واضح وثابت، مفيش هيموليسيس، نورمال ليفر فانكشن تيست. نورمال ليفر فانكشن تيست، مفيش هيموليسيس، مفيش انيميا، مفيش اي ريسك فاكتور، مفيش مشاكل عند الطفل خالص، لان احنا قلنا من الاول خالص هيلثي فول تيرم، هيلثي دي تشد تحتها 100 خط، ان الولد ده ما يبقاش عنده اي مشكله اخرى تثير هذه الصفره، فبالتالي بنقول انها يعني ما يجيلكش في الاكزام مثلا طفل بيقول لك مثلا الهيموجلوبين بتاعه 5 او الهيموجلوبين بتاعه 6، واخد بالك؟ وتكبنك ومسبتك ومش عارف ايه، وبعدين تيجي تقول اه طالما بيرضع لبن امه يبقى ده بقى بريست ميلك جوندس. لا، في الكرايتيريا بتاعت بريست ميلك جوندس ات ماست بي هيلثي، هيلثي ماست بي فول تيرم، يفضل يكون فول تيرم.
ولازم طبعا يكون بريست ميلك فيدر، ما يبقاش بيرضع ارتفيشال تقول لي ايه ده بريست ميلك جوندس. ماشي، عشان اللخبطه اللي بتحصل في الامتحانات في الكيس بالذات كتير. جيلبرت ديزيز، جيلبرت ديزيز يعتبر من الحاجات الكومنست ديزيز اللي موجوده في المجتمع، صغار وكبار نسبته بتوصل لحوالي 5% 8%، ممكن توصل ل 8% من اسباب الاندايركت هايبرنيوريميا ممكن تكون جيلبرت ديزيز، من 5 ل 8% مي بي، بس هي النسبه بتاعتها عاليه قوي. الجيلبرت ديزيز كان بيعتقد زمان ان هو مشكله في الزد اند واي بروتين اللي هم الليجاندينز، الاثنين دول اسمهم ليجاندينز، لكن ريسنتلي اكتشفوا ان المشكله بتبقى ديفيشنسي في الجلوكورونايل ترانسفيرز انزايم. الجلوكورونايل ترانسفيرز انزايم هو اللي ديفيشنت او قليل في الكميه بتاعته، ضعيف، واخد بال حضرتك؟ الكلام اللي موجود في الكتاب بتاعكم انا كاتب لكم الاثنين، اللي موجود بيقول لك ان هو ايه الجلبرز ممكن يكون نتيجه ديفيشنسي في زد اند واي بروتين، وتحت مكتوب ان هو ممكن يكون ديفيشنسي في الانزيم. ايهما الاصح؟ انت هتكتب الاثنين طبعا في الاكزام، لكن الاصح باي ريال كورس باي ريال تايم هو الديفيشنسي في الانزيم، لان خلاص عزلوا الجينات بتاعه المرض ده واتعرف بالظبط هو فين، اتعرف بالظبط المشكله فين. ماشي، الجيلبرت ديزيز بيعمل مايلد هايبر بالروبينيميا، ده اوتوزومال دوميننت وبالتالي فيري كومن، احيانا بيبقى فاميليال ديزيز يعني منتشر في العائلات، ده من ضمن الجينيتك هايبر بالروبينيميا. الجيلبرت ديزيز اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال دوميننت، معلش ممكن نركز شويه بس، ما يعني مش اي حد يدخل تقعدوا تعملوا ديليوجن بالشكل ده. اوتوزومال دوميننت شد تحتها خط، وعلى هذا الاساس لما بلاقي حاجه اوتوزومال دوميننت تبقى فاميليال، فاميليال يعني منتشره في العائلات، يعني ممكن تلاقي ايه 3-4 عندهم نفس المشكله في نفس العيله. ماشي، وعلشان كده هي كومن لانها اوتوزومال دوميننت. طب الهايبر بيلروبينيا دي يا دكتور، هل لما بيبقى في ديفيشنسي في الانزيم والانزيم ده ضعيف ممكن تدي له حاجه تعمل انزيم اندكشن زي الفينوباربيتون؟ ممكن ندي له انزيم انديوسر زي الفينوباربيتون وينشط الانزيم، بس انا مش محتاج. في الجيلبرت ديزيز ما بحتاجش، ليه؟ لان الليفل اوف بيلروبين ما بيزيدش عن 5 مللي جرام بير ديسيليتر، وبالتالي سيف ليفل نوت توكسيك، ملوش اي مشاكل خالص، حاجه كوزموتيك بس كده، ان الولد ايه عينيه بتبقى مسفره وبتتنها معاه بقى فتره طويله من عمره. اللذيذ في الموضوع ده هو عندك ثلاث سطور، لكن اعرف بقى معلومه صغيره زياده كده، ان نسبه البيلروبين عند الاطفال اللي عندهم جيلبرت ديزيز لما بيتعمل لهم ستارفيشن او فاستنج بتعلى. ليه؟ لانك بتحرم الانزيم ده من ايه؟ من الكالوريز. لو حرمت الانزيم من الكلب نسبه البيلروبين دي تعلى، وده بيسموه كالوري تيست، احيانا بيسموه كالوري تيست، اسمه كالوري تيست. يبقى لو حد جه سالك في الاكزام قال لك تشخص الجيلبرت ديزيز ازاي؟ قول له اولا الجيلبرت ديزيز اوتوزومال دوميننت، وبالتالي ده فاميليال ديزيز، يعني هتلاقيه موجود في العيله، في كذا فرد في العيله. ثانيا الليفل اوف بيلروبين فيري مايلد، ما بيزيدش عن 5 مللي جرام بير ديسيليتر. ثالثا لو احنا عملنا ديبرايفيشن اوف كالوريز للطفل ده، عملنا له فاستنج او عملنا له ستارفيشن لفتره ما مالكش دعوه بيها، نسبه البيلروبين بنلاقيها عند الطفل ده عليت. وليه عليت يا دكتور؟ لان لما الانزيم بيتحرم من الكالوريز بيبقى اكثر ضعفا، وبالتالي نسبه البيلروبين تعلى. هيسالك يقول لك الجيلبرت ديزيز بيحتاج علاج؟ قول له لا ما بيحتاجش علاج. ولا اقول له بقى اقول له ريسنت يا دكتور دلوقتي الجينيتك ميك اب بتاعت الديزيز ده اكتشفت في امريكا، خلاص اتعزل الجينات بتاعته واتعرف مكانه فين بالظبط على وعلى كروموزوم كام بالظبط. بيزيد لما بنعمل ديبرايفيشن اوف كالوريز، ما احنا اتفقنا في المره اللي فاتت قلنا ان من ضمن الحاجات اللي بتعمل انهبيشن للانزيم ها الهايبوجلايسيميا، يبقى الكالوريز لما بيتحرم منها انزيم الليفل بيعلى شويه. كالوري تيست هو مش كده، هو مش تيست تيست يعني، هو احرميه بس من الاكل لفتره ما. The commonest cause of neonatal hyperbilirubinemia is RH incompatibility ولا ABO ولا The commonest cause of indirect hyperbilirubinemia ايه؟ Physiologic. يا ليها في الترتيب ايه؟ جيلبرت. يا ليها في الترتيب بريست ميلك. Physiologic جيلبرت بريست ميلك، دول الحاجات الكومن. الكومن indirect hyperbilirubinemia، ما بنقولش دايركت، indirect. كريجنال نجار سندروم رير، الاثنين رير على فكره، عشان بس ما ايه لحسن حد يحطهم بقى، لان اسم بيتداول كتير تعتقد ان هم من الحاجات الكومن. كريجلر نجار سندروم ده سندروم اكتشف بواسطه اثنين، واحد مصري واحد مش مصري، الدكتور كريجلر ده بره، الدكتور النجار
مصري ايجيبشن. المرض موصوف من زمان، من 30 سنه. بقول لحضرتك ممكن يكون حاجه من اثنين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ذا ورست الاسوء، تايب 2 مايلدر شويه. تايب 1 اوتوزومال ريسيسيف، تايب 2 اوتوزومال دوميننت. تايب 1 الانزيم مش موجود، لا وجود للجلوكورونيل ترانسفيريز انزيم، ابسنت انزيم. تايب 2 موجود بس ديفيشنت، هبطان، محتاج حد يعمل له ستيميوليشن يزقه. ماشي؟ يبقى تايب 1 ريسيسيف، تايب 2 دوميننت، تتحفظ كده مع بعضها. تايب 1 الانزيم مش موجود، تايب 2 ديفيشنت انزيم، تايب 1 سيفير هايبر جلوروبينيميا وذاوت اني ايفيدنت كوز، الواد ما عندوش اي سبب واضح يفسر هايبر جلوروبينيميا دي. يعني عنده انيميا؟ لا. عنده مشاكل في الليفر؟ لا. عنده سيبسز؟ لا. عنده بريماتيوريتي؟ لا. عنده لا 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 لا، مفيش اي حاجه في الطفل غير ان هايبر جلوروبينيميا زايده وعماله تعلى 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 ان ابسنس اوف هيموليسيس. بي كيرفول، لان اخطر سبب واهم سبب يعمل اندايركت هايبر جلوروبينيميا ويرعبك في الاندايركت يبقى مين؟ الهيموليتيك انيميا. فيقول لك ايه دايما؟ سيفير هايبر جلوروبينيميا من غير اي واضح، ان ابسنس اوف هيموليسيس، في غياب ان الولد ده يبقى عنده هيموليتيك انيميا. كلينيكال ولاد، ماشي؟ طب الناحيه الثانيه بتبقى مايلدر شويه عن مين؟ مايلدر شويه عن مين؟ عن تايب 1. طب لو انا سالت حضرتك ريسك اوف كرينكترس عالي في تايب 1 ولا في تايب 2؟ ممكن يحصل في الاثنين، لكن انهي اللي اكثر عرضه؟ ده تايب 1 ده، يعني عايز اقول لك ان بنسبه 99.9% هيجي له كرينكترس. الليفل هيبقى عالي ويروح داخل على البرين ويدمر على طول، مفيش حاجه بتقف قدامه. ماشي كده؟ طب في حاجه اسمها ثيرابيوتيك تيست عن طريق ان احنا ندي انزيم انديوسر اسمه فينوباربيتون، انهي اللي يستجيب؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 هو اللي ريسبونسيف للفينوباربيتون ترايل، لان الانزيم موجود بس محتاج حد يزقه، واخد بالكوا ديفيشنت ضعيف محتاج حد يزقه بالفينوباربيتون. والفينوباربيتون ليه؟ لانه انزيم انديوسر بينشط الانزيم، لكن الناحيه الثانيه ان ريسبونسيف طبعا. في جمله مكتوبه عندكم بيقول لك ابسنت جلوكورونايل مش عارف كونجوجيت ان ديدينا الاسبيريت، اشطب عليها دي تقيله عليك شويه. ده تيست برضه كان بيتعمل بس اشطب عليه. التشخيص الفاينل لتايب 1 وتايب 2 يا جماعه هو انك انت تعمل اسي للانزيم في الليفر بايوبسي. دي مشكلته بقى، انك انت عشان تعمل اسسمنت للانزيم لازم تاخد ليفر بايوبسي عشان تشوف الهيباتوسايتس وتقيس الانزيم جواها. ما بيتقاسش في الدم، ما بيتقاسش في الدم، بيتقاس في الليفر بايوبسي. شهور؟ ما هو سيفير، ما مكتوب عندك كبير سيفير. ليه؟ البايوبسي بتعمل لكن هقول لك على حاجه، لو انت عايز تقاس شهور وتشخصها هتعمل بايوبسي. لكن هقول لك على حاجه، التفريق ما بين الاثنين سهله. سهله ازاي؟ افترض الطفل جالك الليفل بتاعه 30، يا ترى ده تايب 1 ولا تايب 2؟ لا هتعرفه هو دوميننت ولا ريسيسيف، مش هتعرفيها. هو 30 ده ما هو سيفير هنا وممكن يبقى سيفير في الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه ممكن يوصل ل 30. تعمل ايه بقى؟ عايز تشخص خلال يوم، اعمل ايه؟ فينوباربيتون تيست. اديله فينوباربيتون 24 ساعه هتلاقيه حصل له دروب من 2 ل 7 مللي جرام بير ديسي لتر، من ال 30 تلاقيه نزل ل 7 او 5، حصل دروب فظيع مع الفينوباربيتون، لكن الناحيه الثانيه ما بيستجبش خالص. فانت غالبا بتحتاج بتشخصي من غير ما توصل ليفر بايوبسي، لكن لو انت عايز تبقى ووتر بروف دايجنوزس خد بايوبسي واعملي اسيسمنت للانزيم جواه. ده كريجلر نجار تايب 1 وتايب 2. الانفستيجيشن بتاعت الاندايركت هايبر بيلروبينيميا، احنا خدنا بس مقتطفات كده، انواع من الحاجات اللي بتعمل اندايركت هايبر بيلروبينيميا. اتكلمنا على الجون الفسيولوجيك والبريست ميلك، وفرقنا الفسيولوجيك من الباثولوجيك جوندس عموما، واتكلمنا عن الجيلبرت والكريجلر نجار وتايب 1 وتايب 2. دول اهم الاسباب اللي موجوده في الايه؟ في الاندايركت هايبر بيلروبينيميا. طب لو انا قدامي حاله اندايركت هايبر بيلروبينيميا، طفل جاي لي الصفره بتاعته اورنج ان كلر، لون البول بتاعه may be usually normal، لون البراز بتاعه may be dark، واخد بال حضرتك؟ هتقلق من ايه؟ هقلق من انيميا واقلق من ريسك اوف كرينكترس. اولا علشان تقول ان دي دايركت اندايركت هايبر انيميا بنسبه 100% اي ماست كونفيرم ات لابوراتوري، يبقى لازم اخد التوتال اخد عين الدم من عنده اقيس التوتال بالروبن. والاسهل يا جماعه ان انا اقيس التوتال بالروبن واقيس الدايركت فراكشن. لو لقيت الدايركت فراكشن اقل من 15% يبقى هي مينلي اندايركت زي ما قلنا المره اللي فاتت. هو ده الباب الملكي اللي يدخلك بقى لبقيه الانفستيجيشن اللي جاي. لما تلاقي انها توتال بلروبين عاليه والدايركت فراكشن اقل من 15 يبقى الولد ده اندايركت هايبر بلروبينيميا، سو اي كان جو اون ستيدلي في الورك اب اللي جاي. ماشي؟ افترض انا مش عارف اشوف كويس، يعني ولد مثلا متفر، انا مش قادر احدد. احيانا لما تبقى ليمون يلو ما تقدرش تقول ان دي دايركت ولا اندايركت، في ناس ما تعرفش. فالمهم الولد اصفر وخلاص، ما تسالش نفسك اسئله كتيره. اول تيست تعمله قيس التوتال والدايركت فراكشن.
ولما تتيقن ان الدايركت فراكشن اقل من 15% من التوتال يبقى الولد ده اندايركت هايبرمونيميا. اسال بقى اسك فور اذر انفستيجيشن ان اكاسكيد مانر عادي بقى. اول حاجه بنعملها بنعمل كومب. على فكره هو مكتوب عندكم بنظام الابروتش ده نيلسون اللي كاتبها كده، لكن انا تو ماي مايند ان معظم الانفستيجيشن بتتعمل بعد كده كلها اول اوف ذا سادن، يعني كلها بتتعمل مره واحده، يعني الانفستيجيشن الجايه دي كلها بتتعمل مره واحده. بيتعمل كومب تيست، ولو لقيت كومب تيست ده بوزيتيف، كومب تيست ده بتاع ايه؟ هناخده ان شاء الله في الاوتو هيموليتيك انيميا. بيكتشف الانتي بوديز الفري في السيركيوليشن او اللي لازقه على سطح الار بي سيز اللي ممكن تكون عامله ايمونولوجيك ديستراكشن للار بي سيز، حالات الار اتش او الاي بي او انكومباتيبلتي هناخدها ان شاء الله بعد كده. فالكومبس ده بيشخص الاميون هيموليتيك انيميا. لو لقيت الكومبس تيست ده بوزيتيف معنى كده ان الولد ده عنده اميون هيموليسيس، والاميون هيموليسيس دي للطفل لسه مولود مينلي من ايه؟ يا ار اتش انكومباتيبلتي يا اي بي او انكومباتيبلتي. طب عشان اتاكد من القصه دي اعمل فصائل دم للام والطفل، ممكن تلاقي فيه ميس ماتش ما بين فصائلهم اكوردنج تو ار اتش سيستم او اكوردنج تو اي بي او سيستم. والكلام ده ان شاء الله هناخده باذن الله المره اللي جايه بالتفصيل. ده رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين اعمل هيموجلوبين ليفل. اعمل هيموجلوبين ليفل. لقيت الهيموجلوبين ليفل بتاع الطفل اكتر من 17 هاي هيموجلوبين ليفل، يبقى الولد ده ممكن يكون عنده بولي هايسيميا. والبولي هايسيميا الطفل مولود بكميه ار بي سي زياده، في جزء مش محتاجه يكسره يروح معللك ايه نسبه الصفر، يعمل بالروبن لوز. طب لو لقيت الهيموجلوبين ليفل اقل من 13 جرام بير ديسيليتر يبقى الولد ده عنده انيميا. وخدوا بالكم بقى من النقطه دي، علشان تقول ان النيوفورن عنده انيميا لازم هيموجلوبين اقل من 13. خدوا بالكم ان في ناس من الادلت ممكن هيموجلوبينهم الطبيعي يبقى 12 و12 ونص ما بقاش انيميك، لكن الطفل النيوفورن اساسا هيموجلوبينه عالي، وبالتالي لما يقل عن 13 يبقى هو ده النقطه اللي نقدر نقول تحتها ان الولد ده عنده انيميا. لو لقيت الولد ده انيميك هتبدا تكمل طبعا الكاسكيد بعد كده. يا ترى الانيميا دي بقى نتيجه ايه؟ اعمل حضرتك ريتيكولوسيتيك. نعم هنيجي كلها الكلام ده كله جاي، في حاجه اسمها نيوتال انيميا ونيوتال بوليسايسيميا ان شاء الله جاي بعد كده. ماشي؟ بنعمل يا جماعه لقينا الهيموجلوبين ليفل ده واقع يبقى احتمال تكون يا هيموليتيك انيميا يا اكسترا فاسكولار بليدنج، صح؟ ممكن تبقى اكسترا فاسكولار بليدنج ما تبقاش ايه؟ نتيجه تكسير. نعرفها ازاي؟ اعمل ريتيكولوسيتيك كاونت. غالبا الاكسترا فاسكولار بليدنج ما بيعليش قوي الريتيكولوسيتيك كاونت، ما بيعلهوش، غالبا ما بيعلهوش. لكن لما يبقى فيه كونتينوس بليدنج او اكيوت بليدنج انترافاسكولار هنا بنلاقي الريتيكولوسايتس زادت. الريتيكولوسايتس دي الاماتيور فورمز بتاعه الار بي سيز بتبدا تطلع من البون مارو بزياده، بتبقى اكتر من 6%، فده بيقول لك ان الولد ده فعلا عنده جون هيموليسيس. الهيموليسيس هيكون ايه هنا بقى؟ احتمال يكون كومبس نيجاتيف، والكومبس نيجاتيف اشهرهم مين؟ الجي 6 بي دي والايه؟ والسفيروسايتوزس. نعمل لها التيست بتاع الاوزموتيك فراجيليتي، وممكن بقى لو ما لقيتش الحاجات دي طلعت حاجه فكر بقى في الحاجات الثانيه، الالفا ثلاسيميا مش عارف ايه، الحاجات الفيري فيري رير الثانيه دي، الالفا ثلاسيميا دي اكستريملي رير يعني. قاعده حتى بتتعمل ايه في مصر لما بيلاقوا طفل عنده هايبر بيلروبينيميا وان اكسبلاند على طول بيروحوا واخدين بيغزوه في كعب رجليه ويروحوا واخدين منه عينه يحللوها الثايرويد هرمون. حتى دلوقتي عاد بيقول لك ايه ده عاد يونيفرسال سكريننج في مصر، كل الدول معظمها وفي مصر بالذات بيتعمل يونيفرسال سكريننج. اي طفل مسفر على طول ورايح يطلع شهاده الميلاد بتاعته لهم على طول بياخدوا حقنه يعملوا سكريننج للثايرويد هرمونز وات ايفر، هو في داتا او ما فيهوش داتا. يعني لو طلعوا من كل 100,000 حاله طبيعيه حاله واحده بس هتتعالج بدري والولاد يستجيب ويبقى ما يبقاش منتال ريتارد، يبقى كويس لان احنا هنشخصه بدري وهنعالجه بدري. فبيتعمل سكريننج لكل الاطفال الصفر عندنا في مصر. في الاخر خالص ممكن ان احنا نفكر هنا سيفير هايبر بولوميا وان اكسبليند خالص باي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي، نفكر في ايه؟ فينوباربيتون ثيرابيوتيك ترايل. في الفينوباربيتون ثيرابيوتيك ترايل لو طفل هيموجلوبين واقع والريتيكولوسيتيك كاونت اراوند النورمال يبقى احتمال يكون اكسترا فاسكولار بليدنج، كفايه الهيماتوما انترنال هيموريدج بروزس. غالبا الحاجات دي غالبا يعني انا بقول غالبا مش دايما يعني غالبا ممكن ايه لو الريتيكولوسيتيك كاونت زاد بتزيد ايه حاجه فيري تريفيال يعني ما تبقاش حاجه اوف سيجنفكت انا بعتبرها نورمال. الابروتش ده من نيلسون نصا كده كوبي اند بيست. يعجبني الناس اللي بتكافح عشان العلم، شايف؟ متاخرين مش مشكله بس كفاح على العلم. طب لو انا عايز اسالكم سؤال اورال كده، ايه التو ثيرابيوتيك ترايلز اللي ممكن انت يساعدوك في التشخيص بتاع الاندايركت هايبر بيلروبينيميا؟ ها اثنين فينوباربيتون ترايل، ايه تاني؟
صح. بريست ويل ميلك ويز ويز هولدنج، يعني محاولة توقيف البريست ميلك لمدة 48 ساعة وتشوف الصفرة هتنزل. دول تو سيرابيوتيك ترايلز ممكن يساعدوا. العلاج بتاع الاندايركت هايبر بيورومينيا ولا اسهل، مفيش اسهل من الكلام اللي جاي وبيجي كتير في الاكزام على نظام الماتشات بقى. احنا دلوقتي عملوا استطلاع للرأي امبارح ولا واحد قال ان مصر هتوصل للادوار النهائيه، مفيش غير يمكن واحد او اتنين من مصر، ولا واحد محط ما بيتعدوهاش اصلا يعني مفيش. ها والله انا نفسي يطلعوا من الادوار التنهيديه خالص. ليه؟ عشان نوفر بقى الفلوس والناس تفكر في مشاكلها، والناس دي مش هتذاكر على فكره، يعني لو مصر وصلت للادوار النهائيه هتلاقيهم مركزين على الماتشات ومركزين مش عارف، والبنات برضه نفس الكلام بيتعدوا من الولاد. يقول لك اشمعنى الولاد بيتفرجوا واحنا ما بنتفرجش، برضه هي ايه؟ كده يعني. لكن لو طلعوا من الدور التمهيدي على طول الناس هتبدا بقى تفكر ان في امتحان بعد اجازه نص سنه وكده. ها؟ هو انتوا شهور في امتحانات بعد اجازه نص سنه. امتى؟ وشكله ازاي؟ وي دونت نو. هيقول لك في اللي انت خدته في المحاضرات في الاطفال. في الاطفال؟ ما نرجع للسكرتيره نعرف بقى. عندهم بس النيونات اكيد خلص. والجروس والديفلوبمنت كات شور هو الانفانت فيدنج خلص. معرفش بقى هما في النيوتريشن ولا خلصوها هي كمان. هعرف اقول لك. علاج الاندايركت هايبر بيلروبينيميا، انت خايف من ايه من الاندايركت هايبر بيلروبينيميا؟ ان الليفل يبقى عالي قوي 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 اهو، ان الليفل بتاع الاندايركت بيلروبين يعلى بيوم ذا كاباسيتي اوف البومين تو بايند ات، فلما يعلى ده فات سوليبل هيروح معدي من البلاد برين بارير ويدخل يعمل نيورونال نيكروزس، يعمل حاجه اسمها كيرنك كراش. يبقى انا بخاف من الليفل العالي قوي بتاع البيلروبين. في نقطه ثانيه يقول لك ايه؟ انت خايف ان البيلروبين ليفل يبقى عالي قوي فيعدي يعمل كلينكترس، ثم ممكن الكلينكترس يحصل عند ليفل ما هوش عالي قوي. امتى؟ لو في مشاكل في البرميبيتي بتاعت البلاد برين باريس. يبقى يا جماعه خوفك من البيلروب الدارك هايبر بيلروبينيميا لازم يكون في دماغك حاجتين. اولا الابسوليوت ليفل بتاع الدارك بيلروبين لو عالي هيرعبني، ثانيا ممكن الابسوليوت ليفل ما يبقاش عالي قوي، ما يبقاش عالي قوي الكلام ده مهم، لكن في مشاكل تانية مبوظه البرميابيلتي بتاعه البلاد برين بارير فواسع لدرجه ان ممكن الالبومين بلوروبين كومبلكس على بعضه كده يروح داخل جوه ويعمل برضو ايه؟ كيرنك. ماشي يا جماعه؟ هنحط مع بعض دلوقتي ليفلنج للايه؟ للاندايركت بلوروبين، امتى خاف وامتى اقلق والكلام ده كله. من الطبيعي اتفقنا في الفسيولوجيك جوندس اخرج فيه لحد كام؟ 15 مللي جرام، ده اللي كان بيوصل لها الطفل البريتير. ماشي؟ هدي حضرتك سيفتي مارجن، هو مش سيفتي مارجن ولا حاجه، بس هدي حضرتك حريه حركه في الليفل من 15 لحد 20 او 25 مللي جرام بير ديسيليتر. لو انت ليفل البيلروبين عندك تجاوز ال 20 او ال 25 مللي جرام بير ديسيليتر، من 20 ل 25 زدت عن كده، من المحتمل انك انت تكون دخلت في الايه؟ في سكه اللي يروح ما يرجعش. يبقى انت ده بنسميه الكريتيكال ليفل. الكريتيكال ليفل اللي بعده هيحصل كيرنكتراس بنسبه عاليه جدا جدا جدا. احنا عندنا فيسيولوجيك جوندس تحت كده، وبعدين في سيفت مارجن، وبعد السيفت مارجن ده في كريتيكال ليفل، لو تجاوزته حضرتك هتدخل في ايه؟ هتدخل في كريتيكال. لكن في نقطه ان الكريتيكال ليفل انا لسه قايل عليه دلوقتي، قايل عليه كام؟ من 15 من 20 لكام؟ 25. ده ممكن الكريتيكال ليفل يكون اقل من كده في الاطفال اللي عندهم مشاكل مبوظه مين؟ البلاد برين بارير. صح؟ مبوظه البلاد برين بارير. الحاجات اللي بتبوظ البلاد برين بارير هنعرفها ان شاء الله من المره اللي جايه. كلمه باشا، بريماتيوريتي، انيميا او اسيدوزس، سيبسز، هايبوكسيا، انيميا او اسيدوزس. ما احنا قلنا واحده هنا، يعني لو انت قلت انيميا هنا يبقى دي اسيدوز، لو انت قلت اسيدوز يبقى دي انيميا. كلمه ايه؟ باشا. الباشا ده بيبوظ مين؟ يبوظ البرميابيلتي بتاعت البلاد برين فاري. ماشي؟ يبقى هخاف من ليفل عالي قوي عدى الكريتيكال ليفل. وخد بالك ان الكريتيكال ليفل انا لسه قايل عليه بارقام دلوقتي ممكن يكون اقل من كده في الاطفال اللي عندهم ريسك فاكتور مبوظ البلاد برين فاري. هيجي جاي 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 بعد الكلام ده كله جاي حالا حالا. ويت
هقول لك امتى انا اقول 20 وامتى تقول 25. كل الكلام ده جاي انا بس بقول لك ان في سيفتي مارجن خفيف هنا، ثم بعد كده كريتيكال ليفل يحصل بعده. طيب لو جالي طفل يا جماعه عنده اندايركت هايبر بيلروبينيميا، مش مهم بقى هي سببها ايه، عالجه سيمتوماتيك. انا عايز اتصرف في الاندايركت بيلروبين العالي، اعمل فيه ايه؟ بقول لحضرتك لو نسبه الصفره ما بين الفسيولوجيك ايدج لحد الكريتيكال ليفل اللي انت بتلعب في الحته دي، هنا ممكن تنزل نسبه الصفره عند الطفل بطريقه فيري سلو زي الفوتو ثيرابي، العلاج الضوئي. العلاج الضوئي ينزل يخلص الطفل من الصفره بطريقه سلو. لكن لو جالك طفل تاني نسبه الصفره بتاعته معديه الكريتيكال ليفل، معدي انت بقى الخط ده الزون اللي احنا متفق عليه ده فوقه، يبقى هنا لازم تتخلص من الاندايركت بيلروبين باسرع ما يمكن عن طريق حاجه اسمها تغيير الدم، تشينج ترانسفيوجن. ماشي، تعالوا ناخد الاول حاجه اللي هو الفوتو ثيرابي ثم الاكستشينج ترانسفيوجن. الفوتو ثيرابي الانديكيشن بتاعته ايه؟ رايز اوف سيرم اندايركت بيلروبين تحت فوق الطبيعي، بس تحت الكريتيكال ليفل. انت فوق الطبيعي فوق الفسيولوجي، لكن تحت الكريتيكال ليفل في الحته دي. اللي هو كان بقى دكتور خد عندك في الهيلث فول تيرم من 15 ل 20، ركز من 15 لكام؟ ل 20. طب في الطفل اللي عنده ريسك فاكتور هنحط الطفل على فوتو ثيرابي على قيم اقل من كده. ريسك فاكتور زي ايه؟ سيك نيو نيت اللي هو عنده ايه؟ غير البريماتيورت اللي عنده ايه؟ سيبسز او اسيدوزس او انيميا او هايبوكس، الحاجات اللي انا سائلها بقيت كلمه باشا. يبقى الطفل اللي عنده بريماتيورتي اند سيك في نفس الوقت، اللي هما كلمه باشا اللي احنا لسه قايلين عليها من دلوقتي، ده الولد ده ريسكي، الباب بريمبرال بتاعه وحش، يبقى ممكن احطه على فوتو ثيرابي على قيم اقل من كده. يعني ممكن احط الطفل على فوتو ثيرابي على قيمه اقل من 15، ممكن احطه هو 12 وهو 13. فاهميني ولا مش فاهميني؟ على حسب حالته ايه؟ حالته ايه؟ لكن لو كان الطفل ده هيلثي وفول تيرم وتمام التمام وولد حلو كويس، يبقى اكيد الباب برين باري بتاعه كويس، هيستحمل لحد ايه؟ 15 ل 20، فممكن احط الطفل في الرينج ده، ممكن احطه على فوتو ثيرابي. خدوا بالكم بقى ان حتى في كتاب الاسم وفي كل الكتب اللي موجوده بره عاملين جدول بقى، يقول لك لو الولد ده بريماتور وزنه قد كده يتحط على فوتو ثيرابي عند كذا، ولو وزنه كده يتحط على فوتو ثيرابي قد كذا. مش هتعرف تحفظ الارقام دي لانها ارقام كتير قوي. واخدين الطفل مثلا من وزن اقل من كيلو، كيلو كيلو ونص كيلو وربع كيلو مش عارف، فانت مش هتحفظ الارقام. فاحفظ الجمله دي نيابه عن الجدول ده، هي جمله واحده، الطفل الهيلث فول تيرم نحطه على فوتو ثيرابي من 15 ل 20، لكن هحتاج ان انا احطه على قيم اقل من كده لو كان سيك او كان بري ماتشور. بس حفظك للجدول ده مش مهم خالص، لان الجدول ده المفروض يبقى موجود في الحضانات، محدش بيحفظه. ماشي، ده الاساس يا جماعه في الفوتو ثيرابي. طب افترض ان الطفل كان السيرم بالروبن بتاعه عالي جدا، عالي قوي ومعدي الكريتيكال ليفل، وهتعمله تغيير دم على ما تجهز الدم والدم يجي ويدفى ومش عارف وتعمل عمليه التغيير during waiting للاكستشينج ترانسفيوجن، مفيش مانع انك تحطه على الفوتو ثيرابي، اي حاجه تنزل بالراحه وتساعدني على ما اجي اغير له دم بعد شويه. طب طفل مولود ومتيقن ومتاكد ان الولد ده هيصفر بنسبه عاليه، الانسيدنس اوف هايبر بيلروبين عنده هيبقى فيري هاي، يعني احتمال كبير يصفر، زي الفيري لو بيرث ويت، زي الطفل البروزد، بروزد يعني مليان متعور هنا كفال هيماتوما وبروزس هنا، شور الولد ده يومين ثلاثه هيصفر، واخد بال حضرتك؟ او لو كان الولد ده ار اتش اون كومبيتابيلتي، يعني ام جابت اطفال قبل كده ار اتش اون كومبيتابيلتي والولد ده عنده ار اتش اون كومبيتابيلتي، يقول لك الولد ده ايميديت افتر بيرث ما تروحوش البيت، الولد ده لواحد من الثلاثه دول، وانت حاطه في الحضانه حطه تحت جهاز الفوتو ثيرابي، مش هتخسر حاجه. هيعمل ايه الفوتو ثيرابي؟ كل ما يطلع شويه صفره في البدايه هو يخلصك منهم، كل ما يطلع يخلصك منهم. والله لو انت ستيل لقيت نفسك في السيفت زون سيبه على الفوتو ثيرابي. لو انت وصلت في اي مرحله من مراحله يوم اثنين ثلاثه لقيت نسبه الصفره عدت الكريتيكال ليفل، روح غير له دم ورجعه على الفوتو ثيرابي تاني، مفيش اي مشاكل انك انت تعمل الاثنين مع بعض. يبقى القاعده يا جماعه في الفوتو ثيرابي ان احنا بنشيل الاندايركت بيلروبين باي سلو ميثود، ده طريقه سلو. لما يكون الطفل الرينج بتاعه من 15 ل 20 في الهيلث فول تيرم على قيم اقل من كده لو كان الولد ده عنده ريسك فاكتور مبوظ البلاد برين فاريا. والقيم الاخرى اللي هي اللي انا بقول لحضرتك عليها اللي هي ات لور ليفل مالكش دعوه، مش مهم تحفظها.
لو كان الطفل ده عنده دايركت هايبر بلوربينيا ممنوع تحط على الفوتو ثيرابي، لان الولد ده لقوا يا جماعه الاطفال اللي هم عندهم دايركت فراكشن عالي لما بيتحط على جهاز الفوتو ثيرابي بتلاقي الولد ده بدا يتلون باللون البرونزي، وبيقول لك وهل تنيت عايش طول عمره يبقى برونز كلر، او شكلهم وحش قوي، عارف البني البرونزي يعني، يعني الناس تلاقي الناس كلها طبيعيه والولد ده طالع لونه برونز. بقول لحضرتك احنا مش عارفين، مكتوب حتى في الكتب كده مش عارفين ليتر اون ان البرونز كلر اللي الطفل بيأكوار ات ده نتيجه الفوتو ثيرابي هل هو توكسيك ولا لا على اللونج ران، مش عارفين. وبالتالي هم يخافوا، يعني يخافوا مثلا ان الطفل يبقى برونز كلر بالشكل ده ولما يجي يكبر يبقى راجل عنده 30 40 سنه يبقى الولد بدا يتعرض لمشاكل صحيه، فناس تيجي هتقول لك اصل هو اتحط على فوتو ثيرابي ما كانش المفروض ان هو يتحط، فيرجع يشتكي المستشفى وكده، عندهم قصه الميديكوليجال دي عاليه جدا. فبقول لك طالما الطفل ده دايركت هايبر بلورمينيا مش هيستفيد فوتو ثيرابي ده اولا، ثانيا هيتلون باللون البرونزي، فبليز افويد انك انت تحطه تحت فوتو ثيرابي لو كان دايركت هايبر بلورمينيا. في سؤال عمال يقفز في اذهان البعض، بقول لك طب لما يا دكتور لو دايركت فراكشن عالي وفي نفس الوقت الاندايركت عالي تحلها ازاي دي؟ ما انت لو حطيته والدايركت فراكشن كان عالي والاندايركت هو كمان عالي لها حل. في الحاله اللي زي دي برافو عليكي، مكتوب كده نيلسون كاتب كده ان ذيس كيس اكستشينج ترانسفيوجن از بروبابلي ذا سوليوشن. بس الكلام ده للناس اللي يعني ايه، عارفين الناس اللي بتفلسف الطب بقى وتتكلم بقى على الجري شادوز، احنا طبعا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا ناس على قدنا. الانديكيشن بتاعه الفوتو ثيرابي معروفه، والنون انديكيشن لو ده دايركت هيعمله برونز كلر، مالكش دعوه بقى بما عدا ذلك. خلاص؟ بيتعمل ازاي؟ اكتشف بالصدفه على فكره، الفوتو ثيرابي ده لقوه اكتشفوه بالصدفه. اكتشفته واحده سنه 1800 وحاجه كده اسمها سيستر وارد. سيستر وارد، هي اسمها وارد. سيستر ده اللي هو اسم انها ممرضه يعني. كانت ممرضه بتشتغل في حضانه للاطفال اللقطاء في انجلترا. وكانت بتعمل ايه سيستر وارنز؟ كل يوم الصبح طبعا عندهم حضانات ايه، كانت 1800 مش حضانه بقى زي الحضانه بتاعتنا. الحضانه دي عباره عن شويه خشب كده متظبط وحته ازاز فوق وحته ازاز كده، حاجه تحفظ الطفل من الايه؟ ويحطوا قرب سخنه تدفي الطفل. حضانات بدائيه. فبتقول لك الجو كان عندنا برد، فكنت بعمل ايه؟ لما بلاقي الشمس بتطلع كنت بخرج بعض الحضانات في الشمس، اللي هي بتحكي في المذكرات بتاعتها. بخرج بعض الحضانات في الشمس. فلقيت ان الاطفال اللي بيتعرضوا للشمس اكتر من الثانيين لما كانت تيجي تغير لهم الكفوله مكان البتاع دي، لقى ان الولد لو جسمه اصفر الصفار اللي في جسمه اختفى ومكان الكفوله لسه اصفر. فاهمين؟ عارف لما حد بيروح الشمس وضع ابيضاني كده وقاعد بمايوه، ولد ابيضاني قاعد بمايوه، تلاقي ايه المنطقه كده بيضه وبقيه جسمه الولد تلاقي جسمه كله احمر من الشمس، واخد بالك؟ هنا تلاقي الولد ايه الصفره اختفت من بقيه جسمه والمنطقه اللي مكان الكفوله لسه صفره. راحت حكت لمين؟ للدكتور ريتشارد، ما اعرفش اسمه ريتشارد ايه، فالراجل ده راجل محترم، قال لك اه اكيد الشمس دي خلصت البتاع ده، الراجل ده محترم وكتب اللي ايه؟ الاكتشاف ده باسم الممرضه. مش زي عندنا هنا روح تعمل حاجه. بعد كده يا جماعه بداوا يوصلوا ايه؟ يا ترى الشمس دي فيها ايه؟ ايه اللي خلى الشمس يبقى لها القدره انها تكسر الصفره الموجوده؟ عرفوا بعد كده ان في ضوء بطول موجي معين من 420 او 425 لحد 475 نانومتر، الطول الموجي ده بيخترق الجلد، بيجي على نسبه على الصفره اللي موجوده تحت الجلد يكسرها، يعمل لها فوتو اوكسيديشن او فوتو ايزومرايزيشن، يحولها من انسولبل فورمز الى سولبل فورمز ايزلي اكستريتابل وذاوت كونجوجيشن. وذاوت كونجوجيشن بتبقى ايزلي اكستريتابل في اليورين وفي الستول. ماشي؟ بس خدوا بالكم الطريقه دي يا جماعه طريقه ايه؟ بطيئه قوي، لانك انت لازم تكسر اللي تحت الجلد، ولما اللي تحت الجلد ده يسبح ويعوم والجسم يتخلص منه يروح جاي كميه ثانيه من اللي في الدم تروح جايه مكان تحت الجلد وهكذا، عمليه احلال واستبدال في موضوع سلوك. بنعملها ازاي عندنا؟ بتدخل الطفل جوه الحضانه تعريه خالص، تغمي عينيه وتغمي منطقه الجينيتاليا، لان الضوء ده على فكره توكسيك للريتنا وتوكسيك جينيتاليا. فتغطي الضوء تلاقي الواد لابس غمامه هنا كده على عينيه، وايه؟ والكفوله بتاعته لازم تكون مربوطه كويس علشان تخبي المناطق ضمن الضوء. مظبوط كده؟ بعد كده بتحط الطفل وتقعد تقلبه كل ايه؟ كل خمس ساعات اربع ساعات تقعد تقلبه زي ما بتقلب ليه؟ المنطقه دي اتسحب منها الصفره بتاعتها لسه فيه على ظهره تعرب، ولما يبدا الصفره تظهر تاني على بطنه تروح قلبه تاني وهكذا فريكوانت تشينج. لازم تقيس الحراره بتاعت الطفل كل شويه، لانك انت لما يبقى في اباجوره كده فوق دماغ الطفل واخد بالك هتسخنه، فممكن تعمل له هايبر ثيرميا وممكن تخليه يفقد ايفابوريت يطلع ميه من جسمه.
ولازم في بره بقى زي ما قلت لحضرتك في اثناء الفيتوثيرابي يفضلوا ان هم يقطعوا الرضاعه 48 ساعه ويبدوا ارتفيشال، لكن عندنا هنا يعني العمليه ما اعرفش وصلت لحد ايه دلوقتي بالظبط في القسم عندنا، فممكن الام لو عايزه ترضع الطفل تقعد بره وتدخل ايه كل ساعتين تدخل تجيب الطفل من مكان ما هو محطوط تحت الفيتوثيرابي ترضعه وترجعه تاني. هتبدا تعمل انت ديسشارج للطفل لما تبقى نسبه الصفراء اراوند 13 في الفول تيرم واراوند 10 في ماتشور. كلمه اراوند دي اسهل احسن، يعني عندك مكتوب بلس ماينس مش عارف 7 من 10 بلس ماينس 1.2 من 10، الكلام ده يعني برده مش ايه، ما تخلوش دقيق او قول اراوند كذا واراوند كذا ماشي، ان الطفل طبعا الفول تيرم يستحمل نسبه صفراء اعلى من الفري ماتشور. الفوتوثيرابي اراوند مكتوب عندك اراوند 13 واراوند 10. السايد افكت بتاعت الفوتوثيرابي في حاجات ان افويدبل وفي حاجات افويدبل. الحاجات الان افويدبل في اطفال ممكن بشرتهم بيضه لما يتعرض لضوء جامد جدا بالشكل ده كده يطلع له ريسيمه وايه او سكين راش، شفتها انا كتير، تلاقي جلده سنسيف مش مستحمل، ده حاجات ان افويدبل مش هتقدر تتخلص منها. في اللوز ستول بلورن اللي بينزل ده اللي هو اللي اتحول بالشكل ده بيعدي على الليفر من غير كونجوجيشن، بينزل في البايل في الستول فممكن يخلي الطفل عنده لوز ستول، ده برضو ان افويدبل. الحاجات الافويدبل بقى الحاجات اللي جايه دي يا جماعه، الهايبر ثيرميا المفروض ما تسيبش الطفل يسخن قوي لانك انت بتتابع درجه الحراره بتاعته ايفري ناو اند ذن صح؟ ممكن الواحد يحصل له دي هيدريشن لما يكون واحد يا جماعه قاعد في الشمس او قاعد في مكان سخن وعمال يفقد حراره انسنسبل ووتر لوس وانت ما بتعوضهوش هيدخل في جفاف، فده برضو افويدبل. الحاجه الثالثه الافويدبل ان التوكسيستي على الريتنا والتوكسيستي على الجينيتاليا لازم تخبي كويس العين وتخبي كويس منطقه الجينيتاليا، يبقى الاثنين الاولين ان افويدبل لكن الثلاثه الثانيين افويدبل تقدر تتجنبهم يمكن تفاديهم. الاكستشنج ترانسفيوجن مفيش تفاهم، هتدخل تشيل الدم بما فيه من ديرت تطلعه بره وتدي له دم نظيف انستد. الاندكيشنز بتاعته اسوأ نوع يا جماعه يعمل اندايركت هايبر بالوربينيميا مش الكرنيت مش الكريجنال نجار. ليه؟ الكريجنال نجار رير، الكريجنال نجار سندروم في جامعه الزقازيق خلال 10 سنين اتشخصت حاله واحده. جامعه خلال 10 سنين 1 كيس حاله واحده بس كريجنال نجار سندروم تايب 1. لكن ار اتش انكومبيتابيلتي يعني عايز اقول لك ان اسبوعيا ممكن تلاقي مثلا في الاسبوع خمس ست حالات، يبقى انهي اعلى كانسيدنس؟ الانكومبتابيلتي طبعا. يبقى لما اجي اقول لك الاسوء هو الار اتش انكومبتابيلتي وايه والكومنست، يعني اسوء وكومنست، فهو له كريتيريا لوحده نقدر ندخل الطفل عليها يعمل اكستشنج ترانسفيوجن. بقول لحضرتك الاتي بره لما النيو بورن بيتولد ناس بتفكر بتعين كل حاجه، الولد النيو بورن ده نازل ببلاسينتا ونازل بامبليكال كورد، فبره بيروح عينين ايه واخدين البلاسينتا بقى مش يدفنوها عندنا بقى ومش عارف ايه وكده، لا احيانا ياخدوا البلاسينتا يعينوها والامبلاكا الكورد مش احيانا، شور الامبلاكا الكورد ده بيتعان عندهم في الثلاجه لحد الطفل ده ما يطلع بره، ما يطلع يسيب المستشفى ويطلع بره ما بيرموش. ليه؟ عايز تعمل اي انفستيجيشن او اي تحليل على الطفل عندك الامبلاكا الكورد، في الامبلاكا الفين اهو والامبلاكا الفين ده مليان دم صح ولا مش صح؟ في بتاع 100 مللي دم، فلو عايز تاخد اي تحليل تعمله للطفل بلاش روح للنيفورم لكميه الدم فيه قليله تقعد تشفط فيه دم فتعمل له انت انيميا ايتروجينيك انيميا من كتر العينات الفريكوينت سامبلنج، فيقول لك خد من الكورد. وعشان كده نسمع مع بعض كلمه كورد بلاد كولد بالروبن كورد مش عارف ايه، مش كورد ده معناها ان احنا بناخد العينه هنا من السره، لا ما قلناش امبلايكال احنا بنقول كورد، هم قاطعين امبلايكال كورد وراكنينه على جنب وياخدوا منه التحاليل اللي هم عايزينها على البيب، مفهوم؟ في الار اتش كومبيتابيلتي بقول لحضرتك لو لقيت الكورد بالروبن اكتر من 5 مللي جرام بير ديسي لتر طبيعي لحد كام؟ من 1 الى 3. لو اكتر من 5 مللي جرام بير ديسي لتر ده معناها ده في اليوم الاولاني ولا معناها ايه يا جماعه؟ 5 مللي جرام دي معناها ايه؟ لما بقول كورد بالروبن يعني معناها ايه؟ في اليوم الاولاني ده في الساعه زيرو، يعني ده ما فيش، يعني ده اول طلقه في اليوم الاولاني. لما تسمع كلمه كورد معناها في ايه؟ مش في اليوم الاولاني ولا ده معناها يعني مثلا اجي اقول لحضرتك على حاجه، خدنا الامبلايكا الكورد وبعدين عملنا تحليل بعد يومين، يعني بعد يومين من ولاده الطفل ورحنا خدنا كورد بالروبن فطلع كذا، والولد دلوقتي عنده يومين، يبقى الكورد بالروبن ده هو البلروبن عند عمر يوم ولا عند عمر يومين اللي هم عمر الطفل دلوقتي؟ عمر يوم عشان المساء. فلما بيجي لحضرتك تلاقي اكتر من 5 مللي جرام يبقى معناها ان الليفل بتاع البلروبن ده على اليوم الاولاني او الثاني هتلاقيه بقى كميه مهوله،
ده معناها الريت فظيع، هيبقى فظيع. او لو لقيت الكورد هيموجلوبين اقل من 10 جرام، ده احنا قلنا انيميا لو اقل من 13، ايه رايك بقى لو اقل من 10؟ وايه ولسه ده لسه الوقت في البدايه في الافتتاح، 10 جرام اقل من 10 جرام ده معناها ان الولد ده هيدخل في بروفاوند انيميا كارثه بعد شويه. ده انديكيشن للتشنج. ما هو معنى ان في انيميا جامده جدا معناه ان في بيلد اب من الايه؟ من البيلروبين الناحيه الثانيه. او لو لقيت حضرتك ان البيلروبين بتاع الطفل بيعلى بمعدل الرايز بتاعه اكتر من احنا قلنا معدل الرايز ولا ما قلناهوش؟ معدل الرايز اكتر من 1 مللي جرام بير ديسي ليتر بير اور او اكتر من 5، مكتوب الريت بس ده مش مكتوب الريت الثاني. على اساس الطفل الثاني كان بيزيد معدل 1 ل 3، ده لو اكتر من 5 مللي جرام بير ديسي ليتر بير داي اكتر من 1 مللي جرام بير ديسي ليتر بير اور. ركز هناك في الباثولوجيك جوندس كنا بنقول الريت يكون اكتر من كام؟ في الباثولوجيك اكتر من نص. تخيل هنا بقى لما يكون الريت اوف رايز اكتر من كام؟ من 1، دي كارثه. ده الولد ده لازم يغير دم. يعني ما تستناش ان يعدي عليه يوم كامل. لو جالك طفل لقيت ان الصفره بتاعته 5 واستقبله بعد ساعه لقيتها بقت 6.5، وبعد ساعه بعد ساعه كمان لقيتها 8.5، اغير دم لان الريت اوف رايز عنده هنا عامل ايه؟ اكتر من 1، اكتر من 1 في الساعه، دي مصيبه. لازم بسرعه تغير دم تلحق، لان معنى كده ان يبقى في بيلد اب عالي. لو الريت لو البيلروبين عند الطفل اكتر من 10 في اليوم الاولاني، اكتر من 15 في اليوم الثاني، اكتر من 20 في اليوم الثالث، في الحاله اللي زي دي لازم برضو نغير نعمل اكستشينج ترانسفيوجن. ماشي. في اسباب ثانيه كان في اسباب انا شلتها ما اعرفش لسه موجوده ولا لا، يعني لو في سيبلنج كان عنده مش عارف ايه. ماشي. لو بقول لك لو كان في سيبلنج جاله كورنكترس كان عنده ار اتش انفيتد جاله كورنكترس انديكيشن، دي الحاجات اللي في الكتاب عنده. طب لو فرضا ان الطفل اللي عندنا ده اللي عنده اندرس هايبر ما هوش ار اتش انكومبيتابيلتي، تنطبق عليه الكلام ده؟ لا. هنرجع بقى للكلام اللي احنا كنا بنتكلمه من شويه على الفوت ثيرابي. لو لقينا الطفل معدل كريتيكال ليفل اللي هو كام؟ اكتر من 20 في الفول تيرم وات الور ليفل في البري تيرم والسيك نيونات. الموضوع مليان ارقام وموضوع انديكيشن ونون انديكيشن كونتر انديكيشن، لكن الحقيقه هي دي غلاسه الجوندس. وعلى فكره من اسخف الحاجات في النيونات هو الجوندس، لان الموضوع طويل طويل وفي موضوعات متشعبة وفي ستريكت فيجرز لازم تتحفظ. لا 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 لا، انت بتحط بص ار اتش انكومبيتابيلتي يا جماعه بروح مدخله على فوتو ثيرابي وايه وما بستناش عليه كتير. لو لقيت الهيموجلوبين الكورد بيلروبين اكتر من 5 هغير هيموجلوبينه في الكورد. اصل الكلام ده ما ياخدش حاجه، ما ياخدش نص ساعه واعرفه. الكورد بيلروبين الكورد هيموجلوبين اقل من 10 هغير. لو لقيت ان الولد مولود زي الفل ار اتش انكومبيتابيلتي مولود زي الفل ما فيهوش اي مشاكل، حطه على الفوتو ثيرابي وتابعه، شوف الريت وشوف بقى الحاجات الثانيه. شوف لما خلص اليوم الاول هل عدى ال 10 ولا ما عداش، اليوم الثاني عدى ال 15 ولا ما عداش، اليوم الثالث عدى ال 20 ولا ما عداش. يبقى انت دايما الطفل لو ار اتش انكومبيتابيلتي وانت حاطه في الفوتو ثيرابي دايما احتماليه انك انت تعمل له اكستشنج ترانسفيوجن قائمه لحد ما تعدي اليوم الثالث. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ باي طريقه، يا اما بطريقه ان الكورد سواء كان هيموجلوبين او بيلروبين، يا اما بطريقه الريت اوف رايز، يا اما بطريقه الايه على نهايه كل يوم وصل لكام. عندك ايه كذا كذا طريقه تاخد فيها قرار الولد ده نغير دم ولا ما نغيرش. انا في مره من المرات وانا نايب جات لي حاله، الاب كان استاذ في كليه علوم، قال لي بص يا دكتور انا عندي ار اتش انكومبيتابيلتي انا ومراتي وعندي طفلين ماتوا، وانا لن اتهاون. راجل كان داخل يهددني، انا لن اتهاون ان الطفل ده يحصل له حاجه، انا هسلمه لك سليم في الحضانه. الولد كانت فيميل، نسلمها لك سليمه ومش هتهاون. وكان مقرف جدا. راجل مشي من هنا، قعدت انا بقى مع الحاله انا لوحدي في الحضانه. البنت عامل لها هيموجلوبين كان كويس، اعمل لها كذا كويس، اعمل لها كذا، بس رحت اعتمدت على ايه بقى؟ على ريت اوف رايز. البنت كانت بعد 8 ساعات هيموجلوبينها كان 6، واخد بال حضرتك؟ هيموجلوبينها كان 6، ما وصلتش انا اللي هي ال 10 بتاعت نهايه اليوم الاولاني، رحت عامل لها ريت اوف رايز، قلت بعد ساعه هقيس لها تاني، قيست لها بعد ساعه لقيتها 8، ورحت مغير لها دم. اللي انا لا سوري البلروبين، طلع على البلروبين. بلروبين 6، بعد ساعتين بعد ساعه لقيته 8، بعد ساعه لقيته 8، اعتمدت على ريت اوف رايز. اوتوماتيك خدت القرار ان انا اغير لها دم. جيت تاني يوم لقيت البنت برضه عندها نفس المشكله، رحت مغير لها دم مره تانيه. والحمد لله البنت دي سكيب عدت. كان عنده 2 ماتوا قبل كده وكانوا في حضانات برضه. ليه؟ لان لما دخلت في الحضانات هناك الناس كانت مستنيه ان البنت توصل لفيجر عالي من البيلروبين، يعني 25 مثلا ولا حاجه. لا مفيش الكلام ده، انت عندك كذا اوبشن تاخد بيه القرار، ما تستناش. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم؟
لا ما انت يعني على طول كده من غير اي كراك، من غير اي بارامتر. اصل اكسشينج ترانسفيوجن نوت فري اوف كومبليكيشن، ما هو له مشاكل يعني، له مشاكل، هو مش حاجه سهله. هتشوفيها دلوقتي في المانوفر بيعملوا ازاي. طب انتوا خدتوا بالكم من الارقام هنا؟ في حاجه، في حاجه مش عارفه. يعني انا مثلا بقول في الاذر كوزز او السيرم بيروبن اكس كده كان مكتوب في الهيلث فول تيرم اكتر من 25، مكتوب لك بين قوسين سام كونسيدر ات اباف 20. يبقى دلوقتي يا جماعه هنغير دم فوق ال 20 ولا فوق ال 25؟ كونتروفيرس، الناس مختلفه، ناس قالت فوق 20 وناس قالت فوق 25. يعني ايه، خليك انت بقى على حسب على حسب البولس بتاعت المكان اللي انت شغال فيه. في ناس بتقول 20 وفي ناس بتقول 25، والكلام ده معروف كويس جدا ان هو محل كونتروفيرس. فكرته ايه؟ بتدخل تشيل الدم بما فيه من بلوروبين توكسيك كتوكسيك سبستانس، بتصلح الانيميا، واخد بال حضرتك، بتشيل الفري انتي بودز اللي هي ممكن تكون لازقه وعماله تكسر في الار بي سيز، وبالعكس بتظبط الطفل، بتدي له شويه ار بي سيز سليمه، وبتدي البومين بايندنج سايت، بتدي البومين علشان لو في فري بلوروبين يلزق في الالبومين، فالاكسنج له كذا فايده. الطريقه بتاعته بننام الطفل. طب هنغيره ده منين؟ احسن مكان من السره. السره بيبقى لسه ستيل الامبلايكا الفين بيتنت مفتوح، الامبلايكا اللي هو واصل لحد البورتا هيباتس، لحد البورتا الفين، فاكرين؟ في حاجه اسمها فالسيفورم ليجامنت كده موصل للليفر، فالامبلايكا الفين في الاول بيبقى مفتوح. بنروح قاطعين السره منبصينها وجايبين حاجه اسمها قسطره السره مقاس 6 فرنش، مقاس 6، وتروح مدكك القسطره دي تيوب، بتبقى تيوب ماليه بالرفيعه قوي كده اسمها قسطره سره، عامله زي الرايل بس رفيع قوي مش انجيدس. تقعد تدخلها في الامبلايكال فين لحد ما يجيب لك فري بلاد، تروح قافل وتبدا بقى هو ده المصدر بتاعك اللي انت هتسحب منه الدم وتخرج منه الدم. تروح جايب للطفل كميه دم، الدم اللي انت هتجيبه لازم يبقى او، يفضل يعني يكون او نيجاتيف بلاد ماتشد مع دم الطفل ودم الام. نعمله كروس ماتشنج مع دم الطفل وكروس ماتشنج مع دم الام. غالبا في الزقازيق هنا ما بيعملوش من دم الام، يروح عامل ماتشنج مع دم الطفل وخلاص، كانه عارفين لما تيجي تنقل دم لاي حد تعمل ماتشنج معاه. لكن هو بره يفضل، بيقول لك يفضل نعمل ماتشنج كمان مع دم الام. ليه؟ ليه بنعمل ماتشنج مع دم الام؟ اصل احتمال يكون الام عندها انتي بوديز عدت للبيبي، فالانتي بوديز دي موجوده جوه. فتعرفها ازاي بقى؟ لما تعمل ماتشنج مع دم الام وما تتكسرش الار بي سيز دي، يبقى معنى كده ان ما فيش انتي بوديز عند الام هتكسر الار بي سيز دي لما توصل لمين؟ للطفل. لا ما هو لازم احنا بنختار الدم اللي يبقى ماتشد مع الاثنين، وده بيبقى افيلابل فعلا، بنعمل ماتشنج مع الاثنين. القصه مش بس اي بي او ار اتش، ده في كمان ماينور جروب انكومباتبلز ممكن تبقى موجوده بالانتي بودز بتاعتها، فيفضل الماتشنج مع الاثنين. لكن عندنا بقول لكم هنا في الزقازيق بيعمل. طب لو انت ما انتش فاضي بقى ومش عايز تعمل ماتشنج توجع دماغك، اختار او نيجاتيف بلاد. الاو نيجاتيف بلاد ده يا جماعه يونيفرسال دونر، يدي لاي حد بغض النظر عن ايه؟ عن الستاتس بتاعتك انت ايه؟ يونيفرسال دونر بالاو نيجاتيف. بس احيانا الاو نيجاتيف ما بتلاقيهوش، يعني احيانا لما تحجز نفسك كده في نوع معين واحد ممكن ما تلاقيهوش فيعمل لك ترابلز. هاويفر مش مشكلتك، هناخد او نيجاتيف بلاد فريش ماتشد مع الام ومع ماتشد مع دم الام ودم الطفل، هنستخدمه في الاكستشن. حضرتك هتبقى مقصرت السره، تروح جايب كيس الدم قدام حضرتك اهو، كميه الدم اللي بنجيبها بتبقى دبل كميه الدم اللي في جسم الطفل. الطفل عاده كميه الدم اللي في جسمه 80 مللي بركيج، تضيف اثنين تجيب التوتال اماونت اوف بلاد اللي انت هتبدا تستخدمها في عمليه التغيير. تحطها في طريقه ظريفه قوي، نصفي دم الطفل كله ونرجع نديله دم مكانه. ينفع؟ ما ينفعش. اول ما الطفل يفقد 10% من دمه دخل في هايبوفوليميك شوك وممكن يموت، الطريقه دي ما تنفعش. الطريقه تعتمد على طريقه الدايليوشن، طريقه التخفيف. ازاي؟ بنوصل الدم بناحيه من نواحي قسطره السره، ونعمل دبل كانولا في قسطره السره بتطلع على الشارع. فناخد ايه؟ 10 ل 20 سم نرموهم في الشارع و10 20 سم يجوا مكانهم، 10 20 سم نرموهم في الشارع و10 20 سم يجوا مكانهم. شايفين العمليه دي كده؟ كل شويه عمال انت تعمل الحركه دي، تطلع 10 ل 20 ما يضروش الطفل وتدي له مكانه. فانت بتعمل عمليه دايليوشن، تخفيف، تدي وترمي، تدي وترمي، تدي وترمي، تدي وترمي، وهكذا. طبعا مش هتغير دمه كله، مش هتوصل انك انت تغير الدم كله، لكن انت بتعمل عمليه دايليوشن. بره بقى بيعملوا حاجه ظريفه، او بيعملوا طريقه ثانيه مش مكتوبه في الكتب خالص، بس عشان نريحكم يعني، بيروحوا موصلين الدم ده يعملوا سلو ترانسفيوجن، ويروح فاتح ارتري على الشارع سلو لوس. فاهميني؟ يبقى ده عمال يتنقله بالتدريج، وده عمال يفقد دم، ايه؟ عمال ينزف دم بالتدريج. الريت اوف لوس يساوي الريت اوف ترانسفيوجن. دي اسمها ايزو فوليومتريك ميثود، ودي مش موجوده في مصر. ايزو فوليومتريك ميثود ده غير الطريقة دي، الطريقة دي طريقة غبية شوية.
كل ما بتوصل انك انت نقلت للطفل دم في حدود 100 مللي تديله شويه كالسيوم وشويه جلوكوز. ليه كالسيوم وليه جلوكوز؟ مين الشاطر اللي يقول بقى؟ ليه كل شويه لما بوصل ان انا نقلت للطفل 100 مللي بلاد اديله شويه كالسيوم وشويه جلوكوز؟ شويه كالسيوم ليه؟ لا ما بيبقاش، لا دي غلط. البلاد ممكن يكون الار بي سي استهلكت كل الجلوكوز اللي موجود فعلا، دي اجابه صحيحه، بالذات لما يكون الدم مركون يومين ثلاثه هتكون استهلكت المحتوى من الجلوكوز صح. طب ليه بديله كالسيوم؟ برافو عليكي، لان الدم اللي احنا بننقله يا جماعه هو دم مش متجلط، وعشان تمنع التجلط كيس الدم اللي انت جايبه بتحط عليه ستريت، والستريت ده بيعمل ايه في الكالسيوم؟ كيليشن. فالدم اللي انت بتنقله للطفل ده فيه كيليتد كالسيوم، الدم اللي فيه كالسيوم اللي فيه كيليتد، فاهمين؟ فيفضل انك انت بعد كل 100 مللي بلاد انك انت تدي له كالسيوم. الدكتوره سالي كانت بتقول لك طب وايه يعني لما اي حد يجي يدخل له نعمل له اكستشينج؟ ده له مشاكل كتير، مش من مشاكله عمليه تركيب قصرت الصوره دي اصلا فيها مشاكل، لانك ممكن توصلها عند ليفر وتعمل انجري للبورتال فين وتدخل الطفل ده في بورتال هايبر تنشن. من ضمن اسباب البورتال هايبر تنشن امبوليك كاستريزيشن في الاطفال، ممكن يحصل له امبوليزم، ممكن يحصل له ثرومبوزس، والثرومبوزس دي تنتقل بقى تدخل على ليفر وتبوظ وتبهدل الدنيا. كمية الدم اللي انت بتنقلها ممكن تبقى اوفر تعمل هارت فيلير، ممكن تبقى قليلة تعمل انيميك هارت فيلير. الدم اللي انت بتنقليه هو الدم ده سوليوشن كويس؟ ممكن يبقى فيه فيروس ايه بي سي دي ريشتاين بار سايتوميجالو مليان بلاد بورن انفكشن، بالذات لو المكان اللي عندك مش كويس. الهايبوكالسيميا والجلايسيميا والهايبركاليميا دي كلها حاجات افويدبل. الهايبوجلايسيميا اديني بدي جلوكوز، الهايبوكالسيميا اديني بدي كالسيوم، الهايبركاليميا الدم اللي انت بتستخدمه خليه فريش. اشطب على الجدول اللي عندك ده، اشطب عليه، اكتب جنبه كده هذا الجدول فقط للعشر الاوائل، وبما ان انا مش من العشر الاوائل مش مهم اقراه اكيد اكتب عليه كده عشان تعرف تقراه لوحدك كده زي ما بتسمعه. كنت بجنبه الدكتور محمد حسن، استاذ الدكتور محمد حسن بس مش هقوله. ايه رايكم احنا علاجنا للهايبر بلورونيه اللي فاتت دي سيمتوماتيك ولا تريتمنت اوف ذا كوز؟ سيمتوماتيك، صفرة عالية خلصت منها، يا فوتو سيرابي يا اكستشينج. طب تعالوا نشوف كده هل السبب يفرق معايا بقى في العلاج. يعني لو كان كريجلر نجار سندروم تايب 2 ايه رايك؟ الانزيم ديفيشن ممكن اديله فينوباربيتون، تدوس 5 مللي جرام بير كيش بير داي، لكن في عيبين. العيب الاولاني سيديشن. يعني ايه سيديشن؟ تفرق مع الام لما الطفل ياخد جرعه فينوباربيتون ينام مش هتعرف ترضعه، هتيجي يقول لك الله يخرب بيتك يا دكتور الواد ما بينام، الواد ما بيصحاش. دي حاجه. الحاجه الثانيه سلو افكت، مكتوبه في كتاب الاسم سلو افكت، الافكت بتاعه بيظهر بعد من يومين لثلاث ايام، يعني بياخد وقت. طب تفرق معاك سلو افكت دي ولا ما تفرقش؟ برافو عليك. ما ممكن على ما يبدا الفينوباربيتون يشتغل يكون الواد دخل في ايه؟ سيرنستر. بس يعني معنى الكلام ده ايه؟ يعني معنى الكلام ده حضرتك ما تسيبش البيدروبين ليفل يعلى اعتمادا على الفينوباربيتون لوحده. لو وصلت للكريتيكال ليفل لازم برضه تفكر في ايه؟ في الفوتوثيرابا والاكستشينج والاشياء الاخرى، يبقى خليك راجل ناصح. كريجلر نجار سندروم تايب 1 ده ملوش حل. وايه دي الحاله اللي احنا شفناها؟ انا شفتها تقريبا من اربع سنين، تقريبا من اربع سنين او ست سنين، ما اتكررتش تاني. معرفش حصل ايه، بس هو بيقول لك معظمهم بيدخل في كرنكتر ملهاش حل، يعني معظمهم 99.9% بيموتوا بيدخلوا في كرنكتر. هنا هتعمل ايه لو انت اكتشفت حاله زي دي؟ ريبيتد اكستشينج ترانسفيجن اند فوتو ثيرابي في الشهر الاولاني من عمر الطفل. اقعد اعمل بقى كل اسبوع مره كده ومره كده ومره كده، ممكن تعملها كل اسبوع اكستشينج مره او مرتين خلال الشهر الاولاني. طب بعد كده ممكن ندي فاكرين هيمو اكسجينيز انزيم؟ الكي انزيم في تصنيع البليفردين اللي هو بيجيب من الهيم للبليفردين، ممكن نضربه بالميتالو بورفرين، ماده مطلعنا اسمها ميتالو بورفرين. ميتالو بورفرين ده ماده بيها داخل تركيبتها زنك وحاجات زي كده، بتدخل على المنطقه دي تروح ضربه الايه؟ ضربه الانزيم، فتقلل انتاج البليفردين. في من الاوبشنز اللي طالعه كده حاجه بلدي الاورال اجار، عارفين الاجار اللي ما بيطلعنا منه اطباق الاجار اجار؟ قبل ما يتعمل منه كده في بودره اصلا، الاجار ده عشب تقريبا او طحلب،
تحلب ولا عشب؟ تحلب. بيعملوه بودره موجوده عند العطارين، الولد بيبقى موجود في اكياس كده، بياخد كل يوم مره او مرتين البودره دي، بتتحط في ميه او كده وبيشربها. الاجار ده بيعمل ايه؟ بيعمل بلوك للانتيروباتيك سيركيوليشن بتاع البيلروبين، بيعمل بلوك للانتيروباتيك سيركيوليشن. وفي كتب كاتبه ان الاورال اجار از از افكتيف از فوتو ثيرابي، بيقول لك بدل ما تحط الطفل على فوتو ثيرابي ودوشه وجع دماغ، ادوا له اورال اجار وريح نفسه. واكتر استاذ عندنا بيستخدم اورال اجار وله في نتائج، الدكتور لطفي السيد رئيس وحده النيوناتولوجي. ايه تاني؟ الحل طبعا هو ليفر ترانس بلانتيشن، جين ثيرابي، انزيم ريبليسمنت، فيوتشر ثيرابيز. يعني مش فيوتشر ثيرابيز للطفل، افكار يعني، كلها افكار حلول. بريست ميلك جوندس نعمل لها ايه؟ وقف الرضاعه 48 ساعه، عالج السبب سواء كان هايبوثايروديزم وافويد الدراج. احنا بستنى وقت هناخد ريستون حتى بعد الفصل.